بخير وعلى خير في نسخته السادسة الدوري الرمضاني 1443 بصفتي رئيس جمعية المسيرين للقاعة كنرحب بالجمهور وكنرحب بالصحافة ديالنا وكنشكر جميع المساهمين من باشا المدينة عامل عمل ديال قلم شتو كيتباها في الفوق الله يجزي بخير والرئيس مجلس البلدي وكنشكر جميع السلطات لا القوات المساعدة ولا الأمن الوطني ولا جميع اللي ساهم من قريب أو من بعيد وكنتمنى الفوز الفرق المشاركة اللي كتلعب الكرة اللي عندها الكرة في رجليها الدوري الرمضاني 1443 المنظم في القاعة المغطاة لمدينة بيقرا عندنا جوج مجموعات واحد مجموعة أكبر من 35 سنة وثاني مجموعة أقل من 35 سنة اليوم كاين النهايه شتو النهايه راه مزيانه الجمهور كاين النظام كاين كنشكروا الامن اللي سهر على النظام ديال القاعه المغطاه جزاه الله خيرا وكنشكر جميع المساهمين والمشاركين مع معنا كجمعيه المنظمه للدوري ونخص بالذكر رئيس المجلس البلدي المحترم وكنشكروا من هذا المنبر عامل صاحب الجلاله وفي شخص السيد الباشا والسيد القائد وشكرا للصحافه اللي حضرت معنا وواكبت وكنوعدكم ان شاء الله باذن الله تعالى انه غادي تكون النسخه السادسه ان شاء الله تبارك وتعالى وغتكون اكبر من هذه النسخه لان هذه النسخه كانت ثمانيه الفرق الصغار وثمانيه الفرق الكبار وكنتمنى يكون الاقبال ديال الفرق باش يكون عرس كروي كبير الله يجزيكم بخير واتمنى ان اكون اقليمي الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.